نستعينه ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك وزِد على سيِّدنا رسول الله. اللهم ارزُقنا محبَّته، وارزُقنا شفاعته، واسقِنا يا رب بيديه الشريفتي شربةً هنيئةً لا نظمأ بعدها أبدًا. اللهم فرِّج كرب المكروبين، وأزِّل هم المهمومين، واقضِ اللهم الدين عن المدينين بجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تُخرِجنا من بيتك إلا بذنبٍ مغفور، وبعيبٍ مستور، وبتجارةٍ لن تبور، وأن تجمعنا في الجنة مع سيدنا الرسول. اللهم لا تخرج صاحب حاجة من المسجد إلا يسرت أمره وشرحت صدره وأعطيته فوق ما يتمنى يا رب العالمين. اللهم ارفع الألم عن كل من يتألم يا رب، ارفع الألم عن كل من يتألم من سائر مرضى المسلمين، وارفع الظلم عن كل مظلوم يا رب العالمين، فأنت حسبنا ونعم الوكيل. فأنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. مرحبا بكم أيها الأحبة في الله على مائدة رسول الله، مرحبا بكم في ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مرحبا بكم في أفضل وأعظم سيرة عرفت في تاريخ الإنسانية، ألا وهي سيرة النبي محمد. فيها الفلاح وفيها الهدى، فيها الرشاد وفيها الخير، فيها كل ما تتمناه، فيها شخصية رجل أفضل من عاش الحياة وأفضل من أكرمه الله، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال مولانا فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لأجل ذلك نتدارس في كل يوم سبت أو في ليلة أحد سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأحداث والأيام التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ورب الكعبة لن تجد بديلاً عن رسول الله. قدوتك حبيبي الله الذي اصطفاه لنا واختاره لنا بأن يكون لنا قدوة صلى الله عليه وسلم. اسمع، الله أمر النبي محمد بأن يقتدي بمن كان قبله من الأنبياء، فبهداهم اقتدي، وأمرنا نحن بأن نقتدي برسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مع هذه الأيام وهذه السيرة العطرة، سيرة النبي محمد، قلنا في أول لقاء ربما العام الماضي ونحن نتكلم، أنا ما أعتقد أن لنا أكثر من 6 شهور ونحن نعيش في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل صلينا على رسول الله؟ ليس لكثرة ما عندي، أنا ما عندي شيء على الإطلاق، بس تصلي على سيدنا رسول الله، ولكن لكثرة حياة النبي محمد. حياة يا أحبابي، نبي لا يأتي بعده نبي، وجاء بالعلاج المفيد لأمة النبي محمد في كل عصر وفي كل مصر يا أحبابي إخواني في الله. هل صلينا على سيدنا رسول الله؟ أحبتي وإخواني في الله، كل ما صح عن رسول الله، اسمع الجملة طيب، امسح الجملة كويسة، لأن اللعب الآن على المكشوف، على سيرة رسول الله وعلى أحاديث رسول الله. اعلم علم اليقين، كل ما صح عن رسول الله يصلح في كل زمان وفي كل مكان. لما؟ لأن النبي لا يتكلم عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. من الذي علم النبي؟ الله رب العالمين. فإذا النبي محمد معصوم عن الخطأ والزلل بعصمة الله له صلوات الله عليه. أما من يخرج فيقول نحن قرآنيون، نحن مش عارف إيه، هذا سوء أدب حتى مع رسول الله. والله القرآن لا يفهم حتى اليمين من الشمال إن قال أنا قرآني، لأنه ما عرف القرآن إلا بسنة النبي محمد. خذ يا أخي انتبه، هو يعلم أنك أنت مشغول أساسي، هو يعلم أنك أنت مشغول عن رسول الله، مشغول عن سيرة رسول الله، مشغول عن أحاديث رسول الله، يروح ضرب لك ضربة شمال وضربة يمين فيتوهك، يجعل دماغك كده يا أحبابي إخواني في الله زي ما بيقولوا كده من الشيشة، لن تعرف الصح من الغلط. وهذا ما يريدون أن نصل إليه يا أخي، لا يريدون أن يخرجوننا من ديننا، افهم القاعدة، لا يريدون منا أن نخرج من الدين، لا، يكفيهم فقط أن نشك في الدين بس. هل صلينا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك واجب علينا، أو كان من الواجب علينا،
أن نفهم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخيار، بعد الصلاة على سيدنا رسول الله قال رسول الله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا ها نزلت عليهم الإيه؟ السكينة يا باشا، الاطمئنان، السعادة، انشراح الصدر. ليس فيكم أحد الآن عنده قلق. في حد عنده قلق يا أحباب إخواني؟ تخافش والله أقول كذب يا شيخ، بس النبي أصدق. صليتم على رسول الله إلا ونزلت عليهم السكينة. ده كلام النبي، يعني ما فيش حد فينا عنده قلق. حتى لو كنت لسه ما دفعتش الفواتير، صليتم على رسول الله؟ نعم ورب الكعبة. إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم وذكرهم. الله يفتح عليك شيخ أحمد. صليتم على رسول الله؟ نعم يا أحبابي. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك يا رب العالمين. أيها الأخيار، وصل بنا الحال في سيرة النبي محمد حينما توقفنا عن أول وفد من خارج مكة يلتقي برسول الله. أول وفد يأتي من خارج الجزيرة العربية ليسمع من النبي، وكانوا قرابة 40، ألا وهم من الحبشة. والحبشة كما وصفها النبي محمد، قال عنها النبي حينما كان حينما أرسى، حينما ذهب الصحابة إلى الحبشة. باب القصة النجاشي لما تكلمنا عنها الأسبوع القبل الماضي، صليتم على سيدنا رسول الله، قال لهم النبي محمد: اذهبوا إلى أرض الحبشة. لما؟ لأن بها ملك لا يظلم عنده أحد. أزود لك حاجة كمان، لأرض أثيوبيا، صليتم على رسول الله. إحنا نعرف سد النهضة، ما نعرفش أثيوبيا. صليتم على رسول الله أحبابي، قال عنها النبي محمد: إنها أرض صدق. صليت على رسول الله، إنها أرض صدق. ده كلام النبي محمد. أسلم هؤلاء من أول وهلة، أو من أول دقيقة، أو من أول كلمات خرجت من فيه النبي محمد. أسلموا، فأثنى الله عليهم، فقال: أولئك يؤتون أجرهم إيه؟ مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة. الله يفتح عليك ويسترك يا رب. جميل يا أحبابي، بعد الصلاة والسلام. أيها الأحباب، بمجرد أن سمعوا من رسول الله أسلم هؤلاء، تكلمنا عنهم. واليوم قد وصل بنا الحال أن دخلنا إلى العام العاشر من البعثة. ماذا تعرف عن العام العاشر؟ حد يعرف حاجة عن العام العاشر؟ ولا موقف العاشر؟ صليتم على رسول الله؟ صلينا على سيدنا النبي محمد؟ أيوة نعرف موقف العاشر. جميل أحبابي إخواني، ماذا تعرف؟ هذا العام غريب جدا. فكر بس، ألف في دماغك، يمكن تجمع حاجة. صليتم على رسول الله؟ هو العام الذي سمي بعام الحزن. هو العام الذي سمي بعام الإيه؟ سمعت الكلام ده ولا سمعتوش؟ سمعنا. تعال نعيش في هذا العام. ولما سمي بهذا الاسم؟ وهل سماه النبي محمد لسبب أنه فقد العم والزوجة؟ صليتم على رسول الله؟ هذا ما استقر في قلوبنا، صح ولا غلط؟ لما واحد يسألنا يقول لنا لما سمي عام الحزن بعام الحزن، ها تخافش؟ لما؟ أيوة كلامكم صح، لأنه إيه؟ فقد زوجته وعمه أبو طالب. بس هذا الكلام لا يليق برسول الله. شفت إن إحنا كنا مخدوعين إزاي في السيرة؟ كيف أيهما أشد على الرجل؟ صلبين على رسول الله. أيهما أشد على الرجل؟ أموت الزوجة أم موت الولد؟ تخافش، أنت خايف من مراتك؟ لا أعدى ولا حاجة. مش عارف ليه بتبصوا لفوقها، في حاجة هنا. صليتهم على رسول الله. هاي أحباب إخوان، أيهما أشد؟ الولد. الولد. طب مات أولاد النبي محمد بين يديه، ولم يسمى العام بعام الحزن. وهل كان أبو طالب أعز على رسول الله من بنات النبي محمد؟ يعني مثلا تستغفر الله الأول، قل استغفر الله. عمك أحب إليك من بنتك؟ ده واحد بوز خالص، كان زعلان خالص. صليتم، أنت معك مشاكل مع عمك؟ صليتم على رسول الله؟ أبدا.
بنات النبي محمد الواحدة بعد الأخرى تمرض رقية، فيأمر النبي بتغسيلها وتكفينها ويصلي عليها ويبكي النبي، ويعود النبي للحياة مبتسما لأن الله قال له فاصبر صبرا. بعدها بسنة ولا أقل ولا أكثر تموت أم كلثوم، فيأمر النبي بتكفينها وتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ويبكي عليها، ثم يعود للحياة مبتسما لأن الله قال له فاصبر صبرا جميلا. صلينا على رسول الله أحباب إخوانا في الله. ثم بعد ذلك أيها الأحبة تموت زينب، فيغسلها النبي، أمر بتغسيلها وتكفينها، صلينا على النبي محمد، ويعود النبي مبتسما. ثم يموت إبراهيم ابن النبي محمد وهو آخر واحد، ومات من قبله الطيب والقاسم، صح ولا غلط؟ مات أولاده صلى الله عليه وسلم 4 من 3 من البنات و3 من الذكور، وما سمي عام واحد من هذه الأعوام عام الحزن. بيقطع؟ طيب إنا لله وإنا إليه راجعون. صليتم على رسول؟ هقرب كده صوتي إن شاء الله، ماشي؟ جزاك الله خير. جميل أحباب إخواني في الله، نعم أيها الأحبة، فتعالوا بنا نمشي الخطوة بعد الخطوة. الأول، أولا نقول لماذا سمي هذا العام بعام الحزن؟ نعم، قدر الله في هذا العام يموت من؟ تموت خديجة زوجة النبي محمد، ويموت أبو طالب، ولكن ما سم، نعم، لا ليس ذلك عم خالد، صليت مع رسول الله، لأن بعد موت أبي طالب ضيق على رسول الله في الدعوة، ضيق على مين؟ على سيدنا رسول الله في الدعوة، فما كان له المجال كما كان والعم على قيد الحياة، فسمى النبي هذا العام لشدة الوطآت والاضطهاد والتعذيب له ولأصحابه، والصد ظهر بكل قوة، فسماه النبي بعام الايه؟ بعام الحزن. ولكن ليس لموت أم المؤمنين خديجة، نعم سوف نتكلم الآن عن مكانة أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها. يبقى سمعناه، لما سمي هذا العام بعام الحزن؟ لأنه ضيق على رسول الله في نشر الدعوة. اتفقنا؟ خلاص يا أحباب إخواني في الله. طيب، متى مات العم وماتت الزوجة؟ في العام 10 من البعثة. كم بينهما؟ كم بينهم؟ كم؟ تخافش قول أي حاجة. 5 كم يقول؟ 7 شهور. 7 شهور. طيب ما صليت مع رسول؟ أقوال كثيرة لأهل العلم، ولكن تصدر ابن سعد في طبقاته فقال ليس بينهما إلا شهر وخمسة أيام، وماتت الأولى هي خديجة. وما أدراك ما خديجة؟ خديجة حكاية كبيرة جدا، خديجة حكاية إسلام يا شباب أحباب إخواني. خديجة مثل أعلى لكل امرأة، بل لكل مؤمن يا أحبابي. كان الإسلام يوما من الأيام، صل على سيدنا رسول الله، كان الإسلام يوما من الأيام منقسم على اثنين، على سيدنا النبي وعلى خديجة، لأنها أول من آمنت برسول الله قاطبة. خديجة يعني مرت أيام، الله أعلم بها، يوم يومين ثلاثة أسبوع، أيا ما كان، كان الإسلام متمثل في سيدنا النبي ومن؟ وخديجة رضوان الله عليها. هل صليتم على رسول الله؟ أي شرف أن امرأة كانت نصف الإسلام، صليتم على، والنصف الثاني في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خديجة، وما أدراك ما خديجة؟ خديجة التي هي تزوجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي كانت تكبر عنه 15 سنة. 15 سنة، وإحنا عندنا المثل بيقول من همه، ها ده مين ده؟ أبو شاكر. صليتم على رسول الله؟ لا، إذا كان خديجة لا، ده من سعادته أن يهو ينال امرأة فيها ولو 1% من أم المؤمنين خديجة،
صليت مع رسول الله أحباب إخواني؟ نعم، هي تكبر عن رسول الله بخمسة عشر سنة، 15 سنة صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عاش النبي معها قرابة كم سنة؟ تخافش، 25 سنة، وما تزوج عليها. 25 سنة وما تزوج عليها. خذ المعلومة التي بعدها، 25 سنة ما رفعت خديجة أمي وأمكم صوتها على صوت رسول الله. 25 سنة ما غضبت أمي عائشة من أمي خديجة من رسول الله. 25 سنة من فعلت يوما على رسول الله. 25 سنة ما فعلت أمرا يكرهه النبي محمد. تتخيل المواضيع دي؟ تخيلها بالله عليك. صليتم على سيدنا رسول الله؟ ده خلي بالك، ده منهم من 25، 15 سنة قبل بعثة النبي محمد. يعني انت ربما في خيالك تقول ايه، ما هي ممكن لو آذت النبي يبقى ربنا حينزل عليها ايه غضب. لا يا حبيبي، ده تزوجها النبي محمد وكم كان عمره؟ ها، 25. وأوحي إلى رسول الله هو سن كام؟ يبقى في 15 سنة قبل الإيه؟ قبل الوحي وقبل أن يكون رسولا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هكذا المرأة يا جماعة، هكذا الزوجة يا أحباب إخواني في الله. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما استفاد امرئ بعد توحيد الله أو بعد تقوى الله، أفضل حاجة بعد توحيد الملك ربنا يكرمك بيها زوجة صالحة، إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن أقسمت عليها أبرتك، وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها. صليتم على رسول الله أحباب إخواني في الله؟ أما الآن نسأل الله العفو والعافية. جميل أحباب إخواني في الله، الأخ لسه متزوج من 6 شهور وعايز يطلق. ليه يا أخوي؟ أنت فتحت عربية كشري ما نفعتش 6 شهور. صليتم على رسول الله أحباب إخواني في الله؟ نسأل الله العفو والعافية. بل ووالله زوجة طلقت بعد 28 يوم بس. صليتم على رسول الله أحباب إخواني؟ لأن الزواج دين وميثاق لا يعلم قدره ولا يعلم حجمه إلا من تربى على مائدة النبي محمد. قال ربنا: وأخذنا منكم إيه؟ ميثاق. يا أيها الزوج، ميثاق غليظ. بنت الناس اللي عندك دي، أنت بينك وبين ملك الملوك عقد. أنا وإنت لما كتبنا الكتاب ده كان في طرف ثالث وهو الله. مش أنت قلت ورا المأذون وإحنا كلنا ورا المأذون؟ كأن الواحد عايش في غيبوبة يا أبو إسماعيل، وأنت المأذون لو أي كلام حتردد ورا. صليتم على رسول الله؟ حتى أن واحد المأذون بيقول وعلى كتاب الله ومش عارف الله وأشهد الله والحاضرين. قال له: قول يا ابني أشهد الله والحاضرين على أنني أعطي المأذون 200 جنيه دلوقتي زيادة على ال 200 جنيه زيادة. قال له: أه؟ قال له: أنت نسيت ولا ده أنت لسه هايل وشهدت الحاضرين؟ احنا خلاص يقول أي كلام الواحد في الساعة دي. صليتم على سيدنا رسول الله أحباب إخواني؟ نعم. لأجل ذلك قال النبي محمد: أخذتموهن بإيه؟ يا الله، بأمانة الله، واستحللتم فرجهن بكلمة الله. يا أخي، صليتم على سيدنا رسول الله؟ أمي خديجة رضوان الله عليها: ماذا أقول في امرأة قالت لزوجها يوم أن دخل عليها وهو يرتجف، اللي هو سيدنا النبي محمد، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. لسه هي مش عارفة حاجة على الفطرة، ولكنها إن لم تعلم عن الوحي ولكن تعلم من هو النبي محمد، صح؟ فإذا بها تقول له: لا والله، والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم. صليتم على رسول الله أحباب إخواني؟ وتحمل الكل مشاكل الناس، وتعين على نوائب الدهر، وتصل الرحم يا أحبابي، وتقر الضيف، أو كما قالت رضوان الله عليها. من خديجة؟
خديجة يا أحباب التي رزق منها النبي محمد بسائر الأولاد ما عدا إبراهيم، كل أولاد النبي محمد يعودون إلى من؟ إلى أمكم وأم خديجة رضوان الله عليه، ما عدا إبراهيم عليه السلام. من خديجة؟ خديجة التي نزل إليها السلام من عند ذي السلام جل جلاله يا أحبابي. والحديث في الصحيح يوم أن نزل جبريل على رسول الله وقال له السلام عليك يا رسول الله، وجلس جبريل بجوال رسول الله، ثم أقبلت خديجة رضوان الله عليها، نعم يا أحبابي إخواني، فلما دخلت وأقبلت على رسول الله قال له جبريل يا محمد أها هي خديجة؟ دي خديجة اللي جاية دي؟ قال له آه خديجة، أيوة خديجة، صليتم على رسول الله؟ قال له يا محمد إذا جاءت فأقرئها من ربها السلام. اوعى تقول جبريل جايب الكلام ده من عنده، لا والله، صليتم على رسول الله، بل ده نزول جبريل لا ينزل إلا بإذن من، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، يعني مش من عند سيدنا جبريل. قال له بقول لك إيه، طب ما تقول لا عشان نفرحها، صليتم على رسول الله؟ لا، ولكن جبريل نزل في هذا الموطن وفي هذه الحالة بسبب هذا الموضوع، ها هي خديجة مقبلة عليك فأقرئها من ربها السلام. وفي رواية ومني، قل لها الملك يسلم عليك وكمان جبريل عليه السلام، صليتم على رسول الله. فأقبلت أمنا خديجة على رسول الله وسلمت على رسول الله ولم ترى جبريل، فقال لها يا أم المؤمنين يا خديجة السلام يقرئك السلام. فقالت العاقلة زوجة النبي محمد يا رسول الله السلام هو الله، صليتم على رسول الله، ومنه السلام، وعليك وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. خديجة يا أخي، خديجة رضوان الله عليها أحباب إخواني في الله، خديجة التي صبرت يا أحبابي 10 سنين أكلت مع النبي في الحصار الذي ضرب على رسول الله أوراق الشجر يا أحباب إخواني، أوراق الشجر، أمي خديجة رضوان الله عليه لما حطوها في الحصار في شعب بني هاشم يا أحباب إخواني في الله ما يقرب من 3 سنوات، وفي رواية 2 سنين، مكست بدون طعام ولا شراب حتى أكلت مثلما أكل الصحابة من أوراق الشجر رضوان الله عليهم. هل صليتم على رسول الله؟ لأجل ذلك ما نسيها النبي محمد، كانت إذا دخل عليها النبي محمد هشت وبشت في وجه النبي بضحكة وابتسامة رضوان الله عليها، فتزيل أحزان النبي محمد. كان إذا اشتد الكرب على رسول الله كان يأوي إليها، وده المفروض، المفروض، المفروض أنني إذا فزعت خارج البيت أن أفزع إلى أهلي، أن أذهب إلى أهلي حتى أجد الإيه؟ السكن والرحمة والمودة. أي والله هذا هو الأصل، مش كلام الملك ده يا أحبابي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم إيه؟ لتسكنوا يا أخي، سكنة رحمة، أدخل بين يديها كأنني طفل. أي والله الزوجة هكذا أحبابي إخواني، وسبحان الله يا أحبابي إخواني في الله، دائما الرجل يتنقل من أحضان امرأة إلى امرأة، صليتم على رسول الله، ينتقل من حضن أمه إلى حضن زوجته، صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل يحتاج إلى هذا السكن، لأجل ذلك ما اشتد أمر على رسول الله إلا وهرول إلى أم المؤمنين خديجة يحكي لها الحكاية ويقص عليها الرواية، صنعوا بي كذا، فعلوا كذا، وفعلوا كذا. يا أحبابي إخواني في الله، هل صليتم على رسول الله؟ لأجل ذلك أيها الأحباب ما نسيها النبي أبدا. تزوج من بعدها النبي محمد يا أحبابي قرابة 10، صليتم على رسول الله 11، صليتم على رسول الله، تزوج النبي محمد 11، صليتم يعني 10 غير خديجة، ومع ذلك كان دايما يقول كما قالت له أم المؤمنين عائشة يوما يا رسول الله خديجة 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 خديجة، أولم يبدلك الله بخير منها؟ طب بالله عليك لو واحد متجوز 2 وواحدة سألته السؤال ده يعمل ايه؟ بالله عليك يستعين بصديق، صليتم على رسول الله،
صديقه قول له مشي حالك يا ابني، قول لها ده انت ملك الجمال افريقيا حتى، قول لها اي حاجه، قول لها عسل، قول لها احسن منها، ويسب ويلعن. ليس هذا من شيم رسول الله ولا من اخلاق النبي محمد. لما قالت امي عائشه له: يا رسول الله، اولم يبدلك الله بخير منها؟ ما كانت الا امراه عجوز. ده كانت واحده كبيره في السن، انت ناس ان هي اكبر منك بكام؟ صليت مع رسول الله. يعني يوم ان ماتت ام المؤمنين خديجه كانت كم عمرها يا احبابي؟ كان 65 سنة. ما هو تزوجها النبي كام؟ على 40، صح؟ 65 سنة. يعني ماذا تنتظر هذه المرأة؟ ومع ذلك النبي ما نسيها. ألم يبدلك الله بخير منها؟ أبكار وسيبات، من الأبكار هي واحدة فقط، أم المؤمنين عائشة، وسيبات ما شاء الله. مش أبدلك الله بخير منها؟ يروح النبي يضع النقاط على الحروف فيقول: لا والله، والله ما أبدلني الله بخير منها أبدا. ليه؟ فاكرين لما قالت: والله لا يخزيك الله أبدا؟ هو الآن حيبادلها بنفس الكلمات: والله ما أبدلني الله بخير منها، آمنت بي يوم أن كفر بي الناس. اسمع: أعطتني يوم أن حرمني الناس، واستني يوم أن تخلى عني الناس، ورزقت منها بالولد يوم أن حرمت من غيرها، ما أبدلني الله بخير منها أبدا، رضوان الله عليه. وقلنا أحبابي، لما فتح مكة النبي محمد ودخل بقوامة 10,000، سيدنا النبي قالوا له: يا رسول الله، حتنزل فين احنا عشان نجهز لك؟ انت حتقعد 3 أيام في مكة، حتاخد ال3 أيام دول فين يا رسول الله؟ حتاخدهم في بيت أجدادك، في بيت جدك، ولا في بيت أم المؤمنين خديجة، البيت البيت الزوجية الذي كنت أنت فيه؟ أين يا رسول الله؟ قال لهم النبي محمد: لا، اضربوا لي خيمة عند قبر خديجة. أمي خديجة في البقيع، أسأل عنها هناك، صليت مع رسول الله. نعم يا أحبابي إخواني في الله، اضربوا لي خيمة، اعملوا لي خيمة فين؟ عند القبر، عشان يروح ينام هناك النبي ويتذكر أم المؤمنين خديجة رضوان الله. والله أم المؤمنين خديجة زي ما احنا بالكلام الدارج: يا بختها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نسيها، لا هي حية ولا هي ميتة. كانت إذا جاءت صديقة لأم المؤمنين خديجة، يقوم النبي بنفسه يفتح الباب لصديقة خديجة ويجلسها ويعد لها الطعام النبي محمد بنفسه صلى الله عليه وسلم. فقالت له أم المؤمنين: في واحدة دايما بتجينا، أنت دايما تكرمها، مين دي كمان؟ امرأة عجوز، مين المرأة العجوز اللي بتجينا دي؟ قال: إنها كانت تأتينا يوم أيام خديجة. كانت إيه؟ اجينا أيام مين؟ خديجة. صليت مع رسول الله. وهو في فتح مكة وهو يتلو عند البيت الحرام، أسأل الله يجمعنا وإياكم في الحج والعمرة، وهو واقف على باب الكعبة صلى الله عليه وسلم بعد أن أخرج الأصنام، وهو واقف على مرتفع أمام الباب وهو يتلو قول الحق: قل جاء الحق وزهق الباطل والمشركون بين يديه في قبضته، وقد خشعت الأبصار وارتجفت القلوب والفرائص قد اهتزت. الكل في رعب، هيعمل بنا أي النبي محمد؟ والنبي وهو يقرأ قول الحق: قل جاء الحق، وهي النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في الناس هكذا النبي محمد وهو يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالتفت أو شد انتباه النبي محمد امرأة عجوز جدا جدا، آخر الناس، أعدى على الأرض كده. صليتم على رسول الله، هو النبي محمد أمام البيت، صليتم على رسول الله. فنزل النبي محمد وترك الصحابة، وأخذ النبي يمشي بين الصحابة وبين المشركين حتى وصل إلى تلك المرأة، فخلع النبي عباءته ووضعها على الأرض ليجلس هذه المرأة. مين اللي ملاحظ الموضوع؟ أمي عائشة. قالت: من هي كمان المرأة دي كمان؟ مين دي؟ قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة. دي أنا عارفها، كانت تجينا أيام خديجة.
هل رأيت وفاء كمثل وفاء رسول الله؟ أحسن إلى زوجتك يا رجل، اتق الله فيها مهما فعلت، مهما كذا وكذا. ظروف الناس الآن وظروف الأحوال تحتاج منا إلى أن نأخذ بعضنا بيد بعض. لا تضغط عليها الضغوط النفسية. 80% من زوجاتنا أوشكنا أن يصلنا إلى إحباب إخواني في الله، يعني إلى القلق النفسي، التوتر النفسي. ونسأل الله العفو والعافية. لا تكن أنت ذلك، كن أنت مداوياً، أنت الرجل، أنت الأقوى، أنت الأكمل عقلاً. أحباب إخواني في الله، هي ضعيفة بطبعها، فاتق الله فيها. كانت من آخر كلمات رسول الله وهو يموت: اتقوا الله وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة، وإيه؟ وما ملكت أيمانكم. أوصيكم بالنساء، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة لما ماتت هكذا كان حال النبي محمد يوم أن دخل عليها بعد أن مرضت مرضا شديدا، وكان من عادتها أنها هي تستقبل النبي، ولكن في اليوم الذي ماتت فيه فتح النبي فلم يجد من يستقبله صلى الله عليه وسلم. ورب الكعبة أشد اللحظات التي تمر على أي زوج بعد عشرة طويلة، بعد أن يكون هو قد فقد الأمل أن يتزوج. رجل تجاوز السن 60 سنة 70 سنة زي أبو شاكر، صليتم على رسول الله؟ ينفع يتجوز ثاني أبو شاكر؟ استغفر الله، صليتم على رسول الله؟ حينما يعود هذا الرجل اللي له 40 سنة مع زوجته، وهم الاثنين عايشين في غرفة واحدة بس، وزي ما احنا بنقوله هي تناكف معاه وهو يناكف معاها، ولكن هما الاثنان لا يباتون ليلة إلا وكل منهم راضي عن نفسه، صح ولا غلط؟ صليتم على رسوله. كيف به بعد أن يدفنها يا أحبابي، بعد أن تموت ويعود المسكين ليغلق باب شقته على نفسه ويبحث عن هذه التي كانت بين يديه؟ اللهم بارك لنا في زوجاتنا وأمهاتنا رب العالمين. دخل النبي محمد فلم يجد من تستقبله، فقال: يا فاطمة أين أمك؟ قالت: قد أصابها مرض يا أبي. فدخل النبي محمد فتحسس جبهتها فوجد المرض قد اشتد، في رواية يا أحبابي: وإذا بالمرض يشتد شيئا شيئا حتى ماتت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان موت أمي خديجة رضي الله عنها وأرضاه. ثم بعد ذلك بشهر واحد يموت العم خديجة، الدرع الواقي، الذراع الواقي لرسول الله الداخلي، تنفس كربة وتزيل همة وتسري عن رسول الله. ثم بعد شهر يمرض أبو طالب ويشتد به المرض، فيدخل النبي عليه فيعلم النبي بأن العم ميت لا محال. فجلس النبي عند رأس عمه وقال: يا عم، يا عم، قل لا إله إلا الله. يا عم، أيوة، ما هو عم ده الذي قال له يا أحباب إخواني في الله: افعل ما شئت، وصل من شئت، واقطع من شئت، وحارب من شئت، فوالله لن أسلمك يا محمد أبدا إليهم حتى أوسد في التراب دفينا، مش حيئزوك إلى أن أموت. فكان درعا واقيا لرسول الله. والآن النبي محمد يريد أن يقابله بالإحسان إحسانا، يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله، قلها، قل تلك الكلمة أحاج الله بها لك. فلم يوفق أبو طالب بإعانة صديق مجرم أبو جهل. قال: يا أبا طالب، أو تريد أن تعتزل وتكفر بإلهك وإله آبائك؟ مت على ملة أجدادك وآبائك. والنبي يقول له: قل يا عمي لا إله إلا الله. فلم يوفق أبو طالب لقول لا إله إلا الله، ثم مات على غير ملة الإسلام. ثم يأتي القرآن ليسري عن صدر رسول الله ويقول له: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول له:
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلعل مرة يقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صليتم على رسول الله، كان أبو طالب لمثل ذا رسول الله. تعال نصلي على رسول الله لنستنبط العبر والدروس من موت أبي طالب ومن موت أم المؤمنين خديجة. أولها نقول: لماذا في هذا التوقيت بالذات، الحكم من الحكم التي في هذا العام الشديد، العام العاشر، والنبي مستضعف في مكة، لماذا يأخذ الله تبارك وتعالى أحب الناس إلى قلب رسول الله؟ صليتم على رسول الله؟ قالوا: أتدرون لماذا؟ قالوا: لأن الله يريد أن يزيد النبي محمد تربية فوق التربية، ليعلق قلبه بمن؟ به هو وحده، به هو وحده. لأنه لو عاش أبا طالب، خاصة أبو طالب، لو عاش أبو طالب إلى أن فتح النبي مكة، أي ذهب إلى المدينة وانتشر الإسلام وأصبح للنبي دولة وجيش وأمر ونهي ورسل في كل مكان، لقال قائلهم أن الإسلام ما انتشر إلا بسبب من؟ أبي طالب. وما قدرناش نفرغ من كلام الفارغين والفارغات ويقول: أهو ما الإسلام انتشر بيد رجل كافر، تعادون الناس والإسلام لا يعادي أحد. سبحان الله رب العالمين. والله الذي لا إله غيره، من آن إلى آخر يظهر الله. حتى يا أحباب إخواني في الجماعة اللي بيقولوا إحنا متنورين، متنور يعني اعرف، واحد متنور اعلم أنه لا نور له. صليتم على رسول الله؟ واحد يعني متقدم يقول لك احنا انا متثقف، انا ليبرالي، انا علماني، هؤلاء والله اجهل مما تتصور. صليتم على سيدنا رسول الله عباد الله؟ ولكن من آن الى اخر يثبت الله للبشرية ان فلاح العالم في دين النبي محمد، فلاح العالم عن بكرة ابي في هذا الاسلام، في منهج النبي محمد، وما حدث لإخواننا يا أحباب إخواننا في نيوزلندا. أحبابي بقريب يا أحباب إخواني في الله، هذا الرجل المجرم يا أحبابي، الإرهابي المجرم، صليتم على سيدنا رسول الله، ماذا صنع؟ أظهر لنا ما قال الملك: وما تخفي صدورهم أكبر. عارف ولو يعني عارف لو أنه قتل ولم يضع ويعطي لنا إشارات إننا أنا أردت أن آخذ ثأر المواقع، الموقع اللي كانت مكتوبة على الرشاش ومش عارف على الآلة ده يا أحبابي إخواني في الله، موقع اسمها إيه يا أحبابي؟ الموقع، في موقع كان كاتبينها على الرشاش بتاع الشاب ده اسمها موهوكاس، موقعة معروفة لسليمان القانوني، كانت مكتوبة على الرشاش اللي هو اللي قتل بيه ده يا أحبابي، كانت موهاس، الله يفتح عليكم، ها؟ موهاكس، صح؟ موهاكس. الموقع دي تعرف انت حاجة عنها أحبابي؟ من أشرف المعارك التي حدثت على مجال التاريخ الإسلامي ربما، قالوا عنها في ساعة ونص. عارف قصتها أحبابي؟ على جناح من السرعة أحبابي إخواني في الله. هذه القصة سببها أحبابي أن سليمان القانوني، عارف سليمان القانوني هو مين؟ عارفين مين يا أحبابي إخواني؟ عارف حريم السلطان؟ حريم السلطان، طب يكفيكم حريم، يكفيكم شر الحريم كله يا رب، مش حريم السلطان بس. في مسلسل شائع جدا كان معروف بحريم السلطان، جايبينه هو السلطان ده ومعاه واحدة بيضة وحمرة وخضرة وصفرة ودستور ومش عارف والكلام، من أعظم سلاطين الدنيا، اسمعها كويس، سليمان القانوني من سلالة محمد بن الفاتح، محمد الفاتح. هذه المعركة كان هو السلطان، فأرسل رسولا من عنده معي أبو شاكر
إلى ملك المجر ليأخذ منه الجزية، فما كان من ملك المجر باتفاق مع أحباب إخواني في الله باب الكنيسة إلا وأنهم اتفقوا، يعني أوروبا بما بكل ما فيها، قارة أوروبا كلها، كل الدول اللي في خيالك بدون ذكر، اتفقوا وحشدوا جيشا عملاقا جرارا، وقالوا لملك المجر إذا ما جاء رسول سليمان اعمل ايه؟ اذبحه. وبالفعل وصل، وقانونا ودوليا وعالميا أن الرسل لا تقتل ولا تؤذى. فلما وصل الخبر إلى سليمان جهز جيشا عرمرم 100,000، ولكن لما وصل إلى هذه الموقعة في نفس المكان اكتشف عدد العدو 200,000، وهو كان كام؟ 100,000، منهم هم كام شيخ؟ 300,000. هم على رأي أخويا ماشي 300,000 صليتم على رسول الله. لما وصل واكتشف هذه الآلاف المؤلفة ومن بينهم 35,000 فارس من العدو قد أججوا بالحديد لا يرى منهم شيء على الإطلاق، صليتم على رسول الله، ووقع الرعب وظهرت معالم يا أحباب إخواني. ولكن سليمان القانوني قد آتاه الله إيمانا وعلما وحكمة يا أحبابي وفنونا عسكرية يا أيها الأحباب، وبالفعل يا أحبابي دبر خطة عسكرية أيها الأحباب ليناوش أولا ثم جعل مدفعية ثم قضية كبيرة جدا. المهم في ساعة ونصف قضى واستطاع أن ينتصر سليمان من القانون على 200,000. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يا أخي. لذلك أفضل من قرأ تاريخنا أعداءنا، أفضل واحد قرأ التاريخ بتاعنا مين؟ عدونا. نحن والله ما نعرف حاجة عن التاريخ، والله إحنا عايشين كده وخلاص، صليتم على رسول الله. أسأل الله العفو والعافية يا رب، اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا رب العالمين. قالوا الأمر الأول أنه لو انتشر الإسلام وأبو طالب على قيد الحياة لقالوا أن بسبب أبي طالب، صلينا على سيدنا رسول الله. طيب السكن أم خديجة، قالوا ليعلق النبي الله قلب النبي به وحده، صليتم على رسول الله. نعم. طيب الأمر الذي بعده يا أحبابي، ليس من شروط العصمة، النبي معصوم ولا مش معصوم؟ معصوم، ولكن ليس معنى العصمة ألا يؤذى النبي محمد، ليس معنى العصمة إيه؟ ألا يؤذى النبي، يعني لابد أن يؤذى النبي، يؤذى في نفسه وفي ماله وفي ولده، صلينا على سيدنا رسول الله. ليه؟ ليكون لمن بعده من الصحابة وللأمة قدوة. ما أنه لو لم يؤذى النبي كان قال الصحابة إيه؟ طب النبي لا يؤذى، إحنا بس اللي بنؤذى، صليتم على رسول الله. فمات أبو طالب وماتت خديجة ليستشعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالألم مثلما يشعر به من فقد حبيب الله، صليتم على رسول الله. رقم اثنين، ليكون صبر النبي قدوة للصحابة أن يصبروا على قضاء الله وعلى قدره. لأجل ذلك قال الله للنبي محمد ولقد نعلم أنك يضيق صدرك إيه؟ بما يقولون، صليتم على رسول الله. نعلم صليتم على رسول الله أحباب إخواني. وفي آية يقول له ربي تبارك وتعالى ولقد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال الله له فاصبر صبرا جميلا، قال الله له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لأجل ذلك أوزي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما أكدنا على أنه ليس من دواعي العصمة أنه يحفظ النبي من أقدار الله رب العالمين. ولكن إذن ما معنى قول الحق يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ بعدها إيه؟ والله يعصمك من الناس. لا، مش يعصمك من الناس يعني لا تؤذى، قالوا العصمة هنا بمعنى القتل، لن يستطيع
واحد منهم أن يقتلك أبدا، حفظناك من ذاك. لكن من أقدار الله يسير على رسول الله ضعف ضعف ما يمر على بقية الأمة، صح ولا غلط؟ في ساعة الغرغرة وفي ساعة الأخيرة لحياة رسول الله، لما دخل عليه عبد الله بن مسعود ماذا قال لرسول الله؟ قال: يا رسول الله، إني أراك توعكه، ها، وعك الإيه؟ الرجلين. شايفك المرض اللي عندك زي مرض يكون عندي اثنين يا رسول الله. قال: يا رسول الله، إني لأرجو أن يكون لك أجرين. ابن مسعود بيقول له كذا. قال: نعم يا ابن مسعود، صليتم على سيدنا رسول الله. إذن أقدار الله تسير على رسول الله كما تسير على غيره، أما العصمة فإنما هي العصمة من القتل أيها الأحباب. وبالفعل مرت الأيام، التاريخ لا يتوقف والأيام لا تتوقف والأحزان لا تتوقف. في كلمة غريبة جدا لما بيعزي بعضنا بعضا، حتى إبراهيم عيد بيقولها: صليتم على رسول الله. مين إبراهيم عيد؟ عارفينه؟ صليتم على رسول الله. يقول للواحد: يا أحبابي، أنا بحب أفضح صاحبي، يعني صليتم على رسول الله؟ يقول لك: يا رب تكون آخر الأحزان. كذب. إيه آخر الأحزان دي؟ جبتها من فين؟ فين جبتوها دي يا أحبابي؟ واحد مات له واحد، حيكون آخر واحد مات في العيلة؟ والله يا أبو اسماعيل حيموت إن شاء الله. صليتم على... ما تخافش إن شاء الله صليتم على رسول الله. طبعا يكون كنا أسأل الله، يقول لك: أسأل الله وأبو شاكر إن شاء الله صليتم على رسول الله. جميل يا أحبابي إخواني؟ نعم، هذا كلام غلط. تقولوا آخر الأحزان، إزاي آخر الأحزان؟ أحبابي إخواني في الله، لا يا أخي، هذا خطأ. إنما قل له بقول النبي محمد: أجارك الله في مصيبتك. علمنا النبي تقول للراجل بيعزي: أحسن الله عزاءك، أسأل الله أن يكتب لك أجره. أو تعلمه الكلام الفصيح من رسول الله، قل له: يا رجل، قل مثلما علمنا النبي أن نقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني، وأخلفني خيرا منها. إنما كلام ده ما أكلش عيش. تقول له: ده إن شاء الله تكون آخر الأحزان يا أبو فلان، إن شاء الله تكون آخر الأحزان دي يا أبو شاكر. لا يا حبيبي، ما ينفعش والله. إنما نحن رضينا بأقدار الله وقدره، ولكن سل ربك العفو والعافية، سله دايما العفو والعافية. صليتم على سيدنا رسول الله أحباب إخواني؟ نعم أيها الأحبة في الله. ومرت الأيام وانتشر الإسلام بفضل الله رب العالمين على موت أبي طالب وموت الحبيب إلى قلب رسول الله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أيها الأحبة في الله، وبهذا نكتفي إن شاء الله ونتوقف هنا مع رسول الله صلوات الله عليه إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أجمعين أحباب إخواني.